اهلا بكل اصدقاء سات 7 كيدز اللي انضموا لنا هلا تيتابعوا حلقه جديده من ايمامي. مثل العاده عنا مجموعه حلوه كتير من الرسائل والصور اكيد اللي رح نتابعهم كلنا مع بعضنا. واما هلا فرح نروح مباشره لاول فقره وهي فقره الرسائل. خليكن معنا. رسالة معنا إياها بحلقتنا اليوم من يوسف أميل السعادة، وصلت رسالته لإيميلي وبقول الله يبارك كل جهودكم ويستخدمكم لمجد اسمه أكتر وأكتر، ونشكر كل فريق سات 7 للأطفال. نحن كتير منشكرك يا أميل السعادة، ونطلب منك دايما تتابعنا وتخبرنا أمور أكتر عنك. رسالة وصلت لقصة وحزورة بتقول برنامج قصة وحزورة برنامج جميل ورائع، نحنا منحبكن ونحنا منحبكن أكتر. جوي تكيانا وجوي ببعتولكن تحية كبيرة. لا أبطال الكتاب هيدا رسالة بتقول برنامج كتير مفيد للكبار وللصغار وشرح مبسط للكتاب المقدس. كارن وآني كتير فرحوا بهيدا الرسالة وبيتمنى تكونوا دايما عم تحفظوا وتخبوا بقلبكن كل كلام الله. صورة أو رسالة وصلت لقصة قبل النوم وبتقول سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلبك ونفسك وفكرك من كل شر وكل سوء. شكرا وأمين. كتير كتير حلوة هيدا الصلاة، نحنا كتير منشكركم يا أصحابي عليها. أما هلأ رح نروح ونحتفل بأعياد ميلادكم ونرجع نتابع الجزء الثاني من الرسائل. Birthday لأصدقائنا لورين رفعت زهجر من الكويت، باتريك أشرف نبيل من السودان، جوليا هاني فرج من أمريكا، جوليانا صالح من فلوريدا، ميناس وماريز ماجد مكرم داود من فرنسا، ولارا بطرس موسى من الإمارات العربية المتحدة. هابي بيرثدي لأصدقائنا من مصر، ميركل مجدي عسراوي، فيلو باتير جمال أدوارد حبيب، ماجي صبحي خلف، فرح مايكل سعيد، شادي بهاء عيسى، أليسيو عهدي عزيز، ماريا هاني يونان، مارسيلينو مينا ظريف، توماس مسعد موسي، باتريك شادي رجائي عشم، وإيريني فادي أدولف. نتابع قراءة رسائلكم. وهلأ عنا رسالة وصلت لا يلا نغني سوا بتقول رح نشتاق لكم كتير، انتو كنتو أفضل برامج، كنا ننتظركم دايما ونحن حزينين كتير، بارك الله فيكم دايما ويستخدمكم لمجد اسمه. يلا نغني سوا خلص، بس نحن بعدنا متابعين معكم يا أصحابي بفقرات كتيرة وببرامج كتيرة، ما رح نترككم أبدا، وفيكم تابعوا كل فقراتنا وحلقاتنا على الفيسبوك. رسالة وصلت لأربع صديق وبتقول برنامج جميل، الله يبارك حياتكم ويستخدمكم أكثر لمجد اسمه. كل فريق أربع صديق بيبعتوه لكم أروع وأكبر التحيات. رسالة لعائلة يسوع بتقول مرحبا، أنا سلام مويت من أثيوبيا، بحبكم كتير وأنا وعائلتي بنشاهد برنامجكم كل يوم، وبحب لكم كل سنة وأنتم طيبين
ولد لنا مخلص. وطبعاً حبيت احتفال عيد الميلاد وترنيمة شق السما وفقرات الحلقة كلها وحضن يسوع. واو فريق الترنيم ربنا يبارككم، وانت يا منينة بتمنى لك كل السعادة والعيشة ببيت الرب، ويكون لكم قلب داود زي ما تعلمنا كلنا. شو حلو قديش سلامويه تتابع البرنامج بدقة وحافظ كل الترانيم وحافظ كل المواضيع. الله يباركك يا حبيبي، وكل شيء عم تحفظه تكون عم تعيشه بحياتك. أما هلأ أصحابي إجا الوقت ننتقل سوا لفقرة الصور يلي كلنا منحبها كتير. خليكن معنا. يا شو بحب اتفرج على صوركم وشوف كيف عم تكبروا وتتغيروا وكل النشاطات اللي عم تقوموا فيها. واول صوره معيها من دانيال ايفان رفعت، وهو صبح حلو كتير حاطط قبه على راسه وعم يضحك، عن جد كتير حلو الصوره. صوره من شرب الكيريلوس حشمت وعنده عيون ملونين، لابس سالوبات وسسبندرز والبوتاي. كتير حلو صورتك يا شرب، انت كتير مهضوم. في ليمون ناجي سمير وهو طبيب حاطط النظارات والستاتوسكوب حول رقبته ولابس الثوب الابيض ومبين كتير شاطر. صوره لكيفن رضا فايز، وكيفن لابس هيك بلوزه مهضومه وشعراته كتير حلوين وستايلهم حلو، وعن جد صورته كتير مهضومه. صوره للافينا مينا فيليب لابسه فستان ازرق حلو، حاطه تاج من الورود البيضاء على راسها وهي صبيه غير شكل. ماريا مينا ابراهيم لبست الثوب الابيض وحاطه دو بابيون بيض على راسها ومتجهه على الاحتفال. ان شاء الله تنبسطي يا ماريا. صوره لماريانا ميشيل خوري، وماريانا كمان عندها مناسبه فرح وراها فيل شوكليت ولبسه فستان ابيض وعامله شعراتها كعكه كتير حلوه. اما اخر صوره فهي من البرت مايكل جايز، وصورته عن جد كتير مهضومة، الألوان اللي لبسها كتير حلوة، شعراته حلوين، وهو عم يلعب برا بالهواء الطلق. صوركن رائعة، كتير استمتعت فيهم اليوم، وناطرة شوف المزيد من الصور بالحلقات المقبلة. أنا بشوفكن next week الأسبوع المقبل إذا الله راد. باي.